ما يزيد من سعادتنا أن ينعقد هذا الملتقى في مركز عيسى الثقافي. هذا الصرح الشامل الذي يحمل اسم إنسان عزيز علينا جميعا، ألا وهو المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان الخليل، طيب الله ثراه، تخليلا لذكراه العطرة وتقديرا لقيادته الحكيمة وعطائه اللامحدود في بناء البحرين الحديثة ونهضتها في مختلف المجالات. الحضور الكرام، إن حكومة مملكة البحرين التي أدركت ما جاءت به ثورة المعلومات من جديد متجدد في مجال تقنية المعلومات، وما أحدثه ذلك من تغيير جذري في كافة مناحي الحياة، لتسعى جاهدة وعبر استراتيجيتها الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات إلى تقديم أفضل الخدمات في هذا المجال الحيوي الهام للمواطنين والمقيمين والمؤسسات الاقتصادية والتجارية بكل كفاءة وفعالية، ولتكون خدمة الإلكترونية في مملكة البحرين رائدة ومتميزة، لتبقى البحرين منطقة جذب للاستثمارات الخارجية والتعاملات المالية لما تمتاز به من خبرات بشرية وموقع متميز. إن التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت تؤثر اليوم في كل جزئية من جزئيات حياتنا، قد وضعت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات أمام تحديات وطموحات متعددة في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها عالم الاتصالات، إلا أن الحكومة بفضل أجهزتها وكوادرها قد استطاعت اجتياز العديد من التحديات وتحقيق عدد من الطموحات، وذلك من واقع إيمانها بأهمية تكامل الخدمات الإلكترونية وتبادلها من خلال الربط بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية ومختلف القطاعات، وجعلها في متناول المواطنين والمقيمين والمستثمرين والزوار لمواكبة التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال. وانطلاقا من هذه الحقيقة، فإننا نجدد اليوم سعينا في هذا المجال ودعمنا له من خلال إقامة هذا المنتدى الذي نهدف من خلاله إلى مضاعفة الجهود لنشر ثقافة استخدام تقنية المعلومات على المستويين الوطني والعربي كي نسمو بها نحو العالمين، وأن نهيئ لأجيال المستقبل الأدوات اللازمة لإبراز طاقاتهم الكامنة في هذا المجال الحيوي الذي بات من أهم سمات المجتمعات المتطورة في العالم.